ولا اللي بيدوب الهموم اللي ممكن يحدث له ستورج داخل الجسم. الهموم تمام، رب عليك فعلا. يبقى الستورج اوف فيتامين اوكير اونلي تو دي فيتامين ذات سولبل ان فات. ليه؟ لان اللي بيدوب في الميه اي اكسس في الفيتامين اكسكريتد باي يورين تاني كل يوم خلاص. لكن اللي بيدوب في الدهون احنا عندنا كميه دهون موجوده كتير جدا في الجسم وعندنا في الكبد اماكن اثنين ممكن ان هم يستوعبوا الزياده في الفيتامين. طيب هل الزياده في الفيتامين مضره زي النقص ولا السؤال ده مرتبط بالسؤال اللي قبليه؟ Excess of administration of vitamins is beneficial or not؟ ما احنا ممكن بقى نقدم بقى الاجابه بتاعتي اذا كان وين الطلب الفيتامين؟ ما مش هيحصل اساسا ستورج ومش هيحصل اكسس في عمليه الادمنستريشن. لكن في الفات سولبل فيتامين الادمنستريشن اكسس اكسس فيتامين ليد تو حاجه بنسميها توكسيستي اوف فيتامينوز. توكسيستي اوف فيتامينوز يعني عمليه التسمم الناتجه عن زياده عن زياده الفيتامينات. توكسيستي اوف فيتامينوز بس شباب. طيب ده اكسس اوف فيتامين ذات سولبل ان ووتر از نوت اوكير. ليه؟ لان عمليه اكسكريشن اوف اكسس فيتامين اوكير ديلي ان ذا يورين. But in fat soluble vitamin may be leads to toxicity due to the storage of these vitamins in fat or fat layer under the skin and in the liver. Okay. طيب في عندنا حاجة أنا مش هقولها بس هنخليها إن شاء الله للمحاضرة اللي جاية اللي هي المينرال اند ووتر ان شاء الله في المحاضره اللي جايه هنتكلم عليها زي ما قلت الساعه الاولى. هنتكلم عن المينرالز والووتر وفي المحاضره الثانيه هيبقى في عندنا نص ساعه اللي هو الامتحان وهيبقى في عندنا نص ساعه عمليه حل الامتحان او ازاي ان انا احل الامتحان ده. طيب يبقى مش فاضل لينا ان احنا نشكر الهندسه والتصوير وكل التعب اللي بيتعبوه معانا ده، ونتمنى ان يكون ان شاء الله في خير. يعني هو لما يحس ان في طالب واحد استفاد من شغله ده اللي يعني يحس ان هو بيعمل حاجه مفيده. خلاص يا شباب. اي سؤال يا اخواني؟ لو سمحتم يعني كلنا نذاكر. انا ما رضيتش النهارده احط حاجه مع الامتحان. احنا عندنا الفات والبروتين والكربوهيدرات النهارده يوم الاحد. الامتحان ان شاء الله بيعيش يوم الاحد اللي جاي. الفتره دي اسبوع او 8 ايام تبدو طويله ولكنها بتفوت بسرعه. هيستفيد منها مين؟ هيستفيد منها الطالب اللي كان كل محاضرة بيحضر المحاضرة دي. يعني ما عليه الا ان هو يقرا المحاضرة. لكن اللي لسه هيبحر في المذكرة ويجي المحاضرة من زميله ويشوف ايه اللي ممكن يذاكره ده هيلاقي صعوبة شوية. لكن ما فيش حاجة يعني هتبقى مستحيلة. أي حاجة في المنهج أنا مكتبي موجود. اي حد من الشباب يا ريت اللي مذاكر ويلاقي زميله او زميلته ممكن ان هو يساعدها في حاجه يساعدها. ارجو زي كده. اما تقعدوا بدل ما تتكلموا في الكوره تتكلموا في الافلام.
الاسلام اما نقعد مع بعض نتكلم في مقرر التغذيه اللي عندنا في امتحان. واحد يقول مثلا السؤال ده ممكن يجي بالشكل ده، لو السؤال ده ممكن يجي بالشكل ده، واحد يستشعر بان احسن من المذاكره ان انت تقعد مع زميلك او الطالبه تقعد مع طالبه زميلتها وهي تراجع معاها المنهج في خلال نص ساعه. اي سؤال شباب؟ اشكركم جدا، ان شاء الله اشوفكم بخير باذن الله الاسبوع الجاي.